دنية القبول الفاتحة. آمين. بسم الله. أنا الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الدائم البقاء، الحاكم على خلقه بالفناء، محيي الموتى ومميت الأحياء. أحمده على ما صرف من القضاء، وأشكره على ما أزلف من النعمى، وضاعف من الآلاء، وصرف من اللأواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء، شهادة أحيا بها محسنا وأموت بها مؤمنا، وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء، شهادة أحيا بها محسنا وأموت بها مؤمنا، وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، وعلى آله وصحابته وسائر الأولياء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أجرنا من عذاب النار وشر الشيطان الرجيم. اللهم افتح أبواب السماء لروحه، ووسع مدخله، ووسع في قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم قائم فاضل عادل، لا ينام ولا يموت ولا يزول أبدا، ذو الجلال والإكرام، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن سعيكم سوف يرى، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وما عندكم ينفد، وما عند الله باق، وإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم
اللهم لقنه عند المسألة حجته وفيها نعيدكم اللهم افتحوا أبواب السماء لروحه ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم جاف الأرض عن جنبيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون اللهم إنه نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم إن هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبتها في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة وترابه الطيب الطاهر الذي لما ألا تعذب هذا الميت في قبره يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت من دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا واعلم يا عبد الله الموت حق ونزول القبر حق والسؤال حق والجواب حق والبعث حق والحشر حق والميزان حق والقصاص حق والصراط حق والجنة حق والنار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن رؤيا الله تعالى في الجنة حق يا عبد الله ابن أمة الله ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه وقدمت به إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا عبد الله الآن يأتيك الملكان الكريمان الغليظان الأبيضان الأسودان الأحمران وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يرغبك ولا يهولك لأنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنك خلق من خلقه فإذا أتياك وسألك وقال لك من ربك ومن نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه فقل لهما الله ربي حقا فإذا سألك الثانية فقل لهما الله ربي حقا
فإذا سألك الثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع. الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمنهاج شريعتي والمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات كلهم إخواني وإبراهيم الخليل أبي وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمسكوا يا عبد الله بهذه الحجة، تمسكوا يا عبد الله بهذه الحجة، تمسكوا يا عبد الله بهذه الحجة، واعلموا أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين، فقل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من ربه واتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ونستودعك الله ونستودعك الله ونستودعك الله. اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس ببعيد، آنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولقنه حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. آنس الله وحشتك ورحم الله غربتك وتجاوز عن سيئاتك وقبل الله حسناتك. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أسلمه إليك الأشحاء عن أن ينزل به وفارقه من كان يحب قربه وخرج من صعة الدنيا ومن الحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به. إن عاقبته فبذنبه وإن عفوت عنه فأهل العفو أنت، أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك. اللهم تقبل حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفيه كل هول ومشقة دون الجنة. اللهم واحفظه في تركته في الغابرين وكن خليفة عليهم في الحفظ والمعونة وارفعه في عليين وعد عليه بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وسل وسلم على حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم اغفر له وارحمه وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانا في الجنة واجعل الجنة مأواه.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانا في الجنة واجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة. وصل وسلم على حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.